وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا من لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك، نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين، واكتب النصر والعزة لإخواننا في غزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمهم، اللهم ألهمهم الصبر يا ذا الجلال والإكرام، وكف عنهم إطلاق النار، وارفع عنهم الحصار، وسد جوعتهم، وأشبع نهمتهم وسائر المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية، واجعل أمرهم في سفال وكيدهم في ضلال وأمرهم في وبال يا قوي يا عزيز، وأرنا بهم عجائب قدرتك يا من لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم لبلادهم قرة، ولأوطانهم مسرة، ولمجتمعاتهم درة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم الوسط.